رسالتنا اليوم لآل سعود ولكل الظالمين أنكم إذا قتلتم الشيخ النمر في عشرات بل مئات بل آلاف مثل الشيخ النمر، لأنهم كلهم ينهجون بنهج الحسين بن علي عليه السلام، وإياكم إياكم إياكم أن تتخذوا هذا الإجراء، وإذا أخذتموه فأنتم حمقاء، اعلموا أنكم حمقاء، لأن الدول تنهار في قتل الأوصياء والأولياء، وشخص مثل هذه الشخصية يجب أن تفكروا كثير بهذا العمل الذي تريدون أن تقومون به.